ان شاء الله تكونوا بخير. انتم تشوفوا هذا الفيديو، فيديو اليوم راح نشوف فيه اغرب بنات يتحولوا بالمكياج. قبل ما نبدا الفيديو حطوا كثير لايكات للفيديو، شاركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل الفيديوهات الجايه، وخلينا نوصل 2 مليون في اسرع وقت ممكن. بليز اشتركوا الان وهلا لنبدا الفيديو. ليتس جو. هذه البنت بدها تعمل مثل اريانا، مثل ميك اب اريانا. خلونا نشوف في الشكل هل راح يزبط معاها. اوكي خلونا نشوف النتيجة تبعها ونشوف إذا راح تزبط مثلها. أوكي أوه ماي جاد، فعلا صارت تشبهها. يا الله أوه ماي جاد أوه ماي جاد، والله حبيت كتير شكلها، صار كتير بيشبه مثلها والله العظيم. شوفوا معي هذه الطريقة كيف بتحط المكياج. أوه يس بيعجبوني مثل هذه الفيديوهات، يا الله فيهم ابداع. اوه شوفوا معي عيونها، اوه شوفوا معي الشكل النهائي. اوكي نشوف هذه شو عم تحط في عيونها، ما بعرف شو هذا شكلي، ما بعرف كثير انا في المكياج، ماني خبيرة مكياج، دائما بقولها لكم يعني بس بعرف الاساسيات في الميك اب، مكياج دائما بخلط بيناتهم، بصير بدي اقول هذه قول هذه. اوكي خلونا نستمتع بالفيديو، صراحه فيديو رائع جدا. اوكي او شوفوا معي فوق عيونها، او ماي جاد انا لازمني سنوات حتى اتعلم احط هذيك الاشياء مثل اللي حطت فوق عيونها. او ماي جاد او ماي جاد، هادو الاسيويين، الاسيويين دائما بيصدمونا. يا الله شوفوا معي الجانب الايمن والجانب الايسر، يا الله هادي عم تحط عدسات بس شكل العدسات كبير كتير. هادي بنت حسيت انا بتكون من الهند او هيك شيء، والله حسيتها هندية، ما بعرف احساسي قال لي هيك، حسيت انا حسيت. او شوفوا معي هادي مسكينة شو عندها في وجهها، عم يعملوا لها مكياج، خلينا نشوف الشكل. صارت جميلة وهي أيضا جميلة. أوه شوفوا معي هادي عم تحط، قلت لكم هادي الأشياء اللي بتتحط فوق العين أنا لازمني سنوات حتى أتعلم لها. ما بعرف ليش حطت النظارات وعم تحط، ما عرفت ليش عملت هيك. أوه ماي جاد شوفوا معي الاصفر والاصفر والزهري، يا الله اوه شوفوا معي هذه ايضا شكلها عم ترسم، واو والله حبيتها. اوه ماي جاد يا ريت لو كنت بعرف ارسم مثل هيك، انا ما بعرف اصلا ارسم، لهيك ما بعرف اضبط الفرشات وارسم على 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 وجهي. حتى على الورقه ايضا. اوه وين راحوا حواجبها هذه؟ شوفوا معي او صارت تشبه للموناليزا، يا الله هذه شكلها عامله مثل اسمها شو اسمها نسيت اسمها، مارلين مونرو، نعم شكلها عامله مثل الشكل تبعها بظن، نعم نعم شكل هذه لازمها الخاله هي اللي بتكون في وجهها، اذا حطتها اكيد راح تكون بدها تعمل مثل شكلها. اوكي شوفوا هادو، اوه ماي جاد اوه هي عملت هذا الشكل الغريب جدا، يا الله خلينا نشوف هذه المرأة العجوز شو راح تعمل. اوكي نشوف شكلك كيف راح يتغير، لانه ايضا هادو بيتغيروا كثير وبيصدمونا والله العظيم. وهذه بدها تعمل مثل الميك اب تبع كيلي جينر، خلينا نشوف اذا راح يزبط معاها. بس هي صارت ايضا تشبهها، او ماي جاد او ماي جاد، فعلا المكياج بجنن. مين اللي عنده القدره يعني يرجع يشبه لمشاهير؟ اوه والله رائع هذه الاشياء. اوكي نشوف هذه ايضا، اوكي
راح تعمل ايضا شعرها. هذه بس يعني عاملة مكياج، ما بدها تشبه لحدا لأحد. اوكي شوفوا الشكل في الاول وفي الثاني. يا الله مكياج كتير بغير والله العظيم. او ايضا هادو اللي قلت لكم انا لو كنت بعرف اعملهم لا لو كان بدي اعمل لكم محاولة رح تضحكوا، والله رح تضحكوا. او ماي جاد خطير هذا الشيء. يا الله العيون. او ماي جاد هذه اللي قلت لكم عليه حلوة. يعني بس لو كان المكياج هيك بينحط نعمل هيك وتغير كل شيء لكانت افضل افضل من التعب. هذه ايضا تغيرت. انا بحس دائما بدي اقول المكياج والميك اب دائما بخلبط بيناتهم، يعني بصير بدي اقول هذه وبقول نص من هذه ونص من هذه. المكياج دائما بحسه بيكبر العمر. البنت اللي كانت قبل من هذه كانت صغيرة ولما عملت المكياج صارت كبيرة. اوكي نشوف هذه ايضا كلهم بيحطوا الوان فاقعة جدا فوق عيونهم. او ماي جاد شوفوا مع الطريقة حطت هيك مثل فونديشن او كونسيلر مشان يعني تقسم به عيونها، شفتوا قبل ما تحط عليه الاي شادو. اوه هذه شكلها هندية صار شكلها حلو. اوكي نشوف هادي. اوه شو عملت لها؟ عملت لها حواجبها وبعدين غطتهم، ما بعرف ليش عم يعملوا هيك. يا الله شوفوا معي شكلك كأنها طالعة من ما بعرف من سطل صباغة. اوه جاد بس يعني الان رح نشوف الشكل النهائي. في الاول لما بتحطوا فونديشن بصير وجهكم كأنكم زومبي. اوكي بس لما بيحطوا هيك اشياء بيصيروا اوكي الحمد لله الحمد لله. يعني لما بيحطوا الماسكارا واي شادو كل هذه الاشياء ما بيكون يعني الفونديشن لوحده. هذه كانت حاطه تحت عيونها. اوكي وهذه ايضا شوفوا اللون الشعر مثل اللون اللي فوق عيونها. عامله اشياء حلوه. حط نقطة نقطة. اوكي وهذه بس حطت خط فوق عيونها يعني ما عملتش الالوان الفاقعة مثل اللي قبل. اوكي بنشوف هذه ايضا هذه اللي عملت يعني بس ميك اب خفيف شوي يعني ما نو مثل اللي سبقه. او شوفوا معي الشكل النهائي. اوكي هذه عم يحطوا هيك اشياء من الفوق من التحت مشان يحددوا حواجبهم. اوكي انا راح باخذ دروس في الميك اب. او ماي جاد يا الله بس انا بحس المكياج مو من هوايتي دائما يعني ما بحب ما ميولاتي. اوه شو هاد يا الله شوفوا معي هادي. او ماي جاد خطير هذه الاشياء. قلت لكم ميولي للمكياج ما موجود نهائيا لهيك يعني انا مريحة حالي حتى لو بشوف هذه الاشياء ما عندي يعني الرغبة حتى اعملها. اوكي بس هذه حلوة حلوة حبيتها. الالوان انا بس بشوف يعني ما عندي الرغبة حتى أجرب هذه الأشياء على وجهي. أوكي بحس حالي حلوة بدون مكياج. يا الله عم أشكر حالي. خلينا نشوف هذه عملت عندها نمش في وجهها والمكياج غطى لها كل النمش اللي في وجهها. يا الله هذه عم تعمل حواجبها عم تعمل كونسيلر فوق والتحت. وانا الحاجة اللي بتخليني ما بحب المكياج كتير هو يعني البنات لما بيحطوا مكياج مثل هذا المكياج اللي بيحطوا هادو البنات لما بيزيلوه بيبينوا كأنهم تعبانين او مريضين، وهذا دائما بلاحظه في البنات لما بيبينوا بدون مكياج. وهذه الاشياء انا ما بحب اكون اعيشها صراحة اكون يعني
أبين مريضة أو هيك شو، أنا ماني مريضة بس أنا ما عاملة المكياج، صراحة ما بحب. ودائما بشوف تأثير المكياج على البنات، بيعمل لهم هيك يعني أشياء في وجههم وكتير أشياء صراحة، لأنه بتضل مواد كيميائية يعني، ما أنا مواد طبيعية. بحب الأشياء أنا الطبيعية أعملها لوجهي أكتر، وبحب أكون طبيعية، بحس حالي يعني ما محتاجة مكياج. اوكي نشوف البنات، نحن يعني بس عم نشوف وعم نتفرج يعني، انا بعمل هذه الفيديوهات بس مو حتى انا اعمل هذه الاشياء، فهمتوني؟ اوكي اتمنى تكونوا فهمتوني، لانه دائما بيجوني تعليقات عن هذا الموضوع، عن لماذا لا تحط المكياج يا حميدة، انا بفسر لكم. لانه ما بحبه بكل صراحة. اوكي نشوف هذه ايضا، هذا اللون اللي حاطه فوق عيونها كان يعني موضة زمان، أزرق كان في التسعينيات. كانوا بيحطوه في الفيديو كليبات وهيك الأغاني القديمة كتير. وبنكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى الفيديو يكون عجبكم، إذا عجبكم حطوا كتير لايكات للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس مشان يوصلكم كل فيديوهاتي الجاية، بشوفكم بالفيديو الجاي، باي.